كابتن حمادة قيمة وقامة كبيرة جدا في مصر وفي الأمة العربية كلها، وراجل اشتغل في معظم الدول العربية، وكل مكان حط إيده فيه يمكن معظم الدول والناس تتعامل معهم، أنا تعاملت معاه فيهم ما لقيتش واحد يتكلم عليه كلمة غير بكل حب وكل ود وكل امتنان وكل ثقة، لأن هذا الرجل من الناس المعدودين في مصر الأخلاقيات مش كرة بس، وأنا بعزي نفسنا وبنعزي أهله وبنعزي الشعب العربي كله وليس الشعب المصري فقط، لأن فقدنا إنسان قبل ما لعيب كورة ونجم كبير، إنسان محترم بمعنى الكلمة، فربنا يتولاه برحمته إن شاء الله. تكريم الكابتن حمادة من نادي الزمالك ممكن يكرمه إزاي؟ لا مش نادي الزمالك، مصر لازم تكرم الكابتن حمادة، لأن نادي الزمالك جزء من مصر، لما مصر تكرم حمادة أمام هو ده اللي يليق بالكابتن حمادة أمام. أتمنى أن يعني هذا الدوري زي ما قال أشرف قاسم امبارح يبقى باسم الكابتن حمادة، ويسمى أي صرح كبير، استاد القاهرة، الاستاد الجديد، شارع، ميدان كبير، حاجة تبقى كده تفكرنا على طول وإحنا عمرنا ما هننساه بالكابتن حمادة أمام. إنسان عشته مع كابتن حمادة أمام ما بتنساهوش. كابتن حمادة كله إنسانية، اللي يتعامل معاه حتى في كلامه تحس بالإنسانية، تحس بالود، تحس بالحب، هو كله إنسانية على بعض. ففي المواقف كابتن حمادة علاقته ما عملش مشكلة، عمري في حياتي ما سمعت كابتن حمادة في نادي الزمالك في اتحاد الكورة وهو لعيب، عمري ما سمعت واحد قال لي كابتن حمادة عمل مشكلة أو كان ليه مشكلة، كان احنا مشكلنا كتير في الكورة، لكن هذا الرجل رجل فاضل الله يرحمه ويصبرنا ويصبر أهله. أولا ربنا يصبرنا جميعا قبل ما يصبر أهله. الحقيقة كان كابتن حمادة قدوة لنا جميعا، أنا عشرته هو لاعب وهو إداري وهو مسؤول وهو إعلامي، الحقيقة عمره ما أساء لحد، حتى في البرامج التلفزيونية لما كان في حد بيخطأ ما بيقولش مين اللي أخطأ، بيحاول يصلح الخطأ. ربنا يسهل كده ويبقى سايب لنا آثار جميلة الواحد يقتدي بيها، اللعيبة اللي موجودين دلوقتي يقتدوا بأخلاقياته وبسلوكه وبفنه. ربنا يصبرنا جميعا قبل ما يصبر أهله، عزاء قامة كبيرة فقدناها، ربنا يتغمده بفسيح جناته إن شاء الله بإذن الله، ويصبر أهله ويصبرنا جميعا على فقد عزيز غالي بإذن الله. يعني طبعا أنا يعني يمكن مش بعزي الرياضيين، أنا بعزي الشعب المصري كله الحقيقة، لأن يعني كابتن حمادة رمزي من الرموز الكبيرة في الرياضة الحقيقة في مصر، ورمز الحب ورمز للأخلاقيات ورمز للتربية ورمز الاحترام نجوميته طوال حياته الحقيقة، حاجة يعني جامدة جدا جدا جدا. ويمكن بنعز أسرته طبعا حازم، وزي ما هو كان أخلاقيات وتربية نفس الحكاية الحقيقة، حازم إمام نجم الكبير الحقيقة، بنعزيه هو والأسرة وأشرف أخوه والدكتورة ماجي الحقيقة، وزي ما قلت بعز الشعب المصري كله. والله الكابتن حمادة يعني يمكن أنا هقولك حاجة، ممكن مثلا كابتن حمادة عنده 68 سنة، ما أعتقدش أن مثلا الكابتن حمادة اللفظ خارج مثلا، يعني حاجة الحقيقة. وكان يعني نشوف مثلا وهو بيقدم مثلا برنامج بتاعه مثلا، الحقيقة كان ولد مثلا بيتصل مثلا 10 سنين يعني بيقول له كابتن ويقول له أستاذ، لا كان قمة الاحترام اللي في الدنيا. أنا ما أعتقد النجوم دي لا تتكرر تاني، يعني مش هتكررت. الله يرحمه وربنا يا ربي يصبر أهله يا رب ويصبر كل محبيه.